السنين القشر تخلف هقاوي من هقا، والدهر مركز تجارب وميدان فسيح. وش بقى معلمتنا الليالي؟ وش بقى كل يوم ندرس بسلوب ولسان فصيح. محمد بن عباد السلولي. السنين القشر تخلف هقاوي من هقا، السنين القشر تخلف التجارب. وش بقى كل يوم درس بأسلوب ولسان فصيح. يا هال المعروف كل شقى ما اللي لقى، والحاضض اللي من الهم قلبه مستريح. الشقاوي في الشقا، واشهد انه ما يجي من المليح الا مليح. بين لحظات المبارك ولحظات اللقا، تتضح لك صورة الود بالمعنى الصريح. تبدأ الخافي صحبة ما هي بتبنى على عز ونقى، آخرتها لو تطول مبانيها تطيح. لو تشوف أصحابها توال انظار أصدقاء، مثل ما قال المثل ما صحيح. كل صحبة تمم ذاقها لها فتقى، الحذر منها ترى وضعها ما هو مريح. والموفق من تخير صدقه وانتقى، صاحب قلبه سنين لعن أبو من يتخذ من رديين أرفقا، والله يبطي وهو من صداقاتهم جري. من باغ حاجة على من بار فادك رقا، قص لك قصة تسمع شذبيح. لين ياخذ من دموعك لغاياته وقع، ثم يقفى بعدها عنك وركبه طفيح. وش لقى مطفقه للخيانة؟ وش لقى واحد يمشي على الخيانة؟ شر ما بدأ يحارب هالتقى، لا على ملة محمد ولا دين المسيح. الخيانة شر ما بدأ يحارب هالتقى، لا على ملة محمد ولا دين المسيح. السنين القشر تخلف هقاوي من هقا، والدهر مركز تجارب وميدان فسيح. وش بقى معلم
نبوه ولسان فيه.